الاخوان السلام عليكم. اليوم غندير لكم روسيطه ديال لي مادلين. لي مادلين هما ديك الحليوات الصغيورين اللي دايرين بحال تي باطو. عندنا 100 غرام ديال الزبده دايبه، عندنا 3 ديال البيضات، عندنا 100 غرام ديال الفرينه، عندنا 165 غرام ديال السكر، عندنا باكيه ديال الزا، وعندنا 30 سنتيلتر ديال الحليب، وعندنا 16 غرام ديال العسل. واللي بغى يدير الفاني يدير. انا درت اورانج، عندنا واحد شويه ديال الاورانج وشويه ديال القشور ديال الاورانج. هذا هو القشور ديال الاورانج، وهذا هو شويه ديال الاورانج، يعني الليمون، القشور ديال الليمون. اوكي، غادي نبداو. اكشن. اوكي، غادي نجيو هنايا، غادي ناخذ السكر، غادي نضيفوا عليه هذا العسل، هذا 16 غرام ديال العسل، غادي نزيدوا عليه الحليب هذا، غادي نعيش شويه ديال اورانج، ها زيست اورانج، اوكي، غادي ناخذ عليه البيضات، وغادي نديرو فرينة هنا في هذا الغربال الصغير، وغادي نخوي على هاد الزا هادي مع الفرينة. غنغربلو كلشي، كلشي غادي يخرج. ها هي الزبده دابت، ايوا حتى هي غادي نخويوها بهذه الطريقه هذه. شتوها كي دايره؟ هادي لاباط ديالنا خرجت هكا، غنخليوها في الثلاجه اما ساعتين ولا حتى الغدا، انا ما عنديش الوقت. غدا غنتشوفوها شباب، وغادي نديرو لي مادلين ان شاء الله الرحمن الرحيم. خصها تكون هكايا، شتو تكون هكا. هذا ما كاين شباب، غدا نشوفو. السلام عليكم. بسم الله. أطاب تميرات، اللهم لك الحمد. نتيجة 100%. السلام عليكم.